السلام عليكم في قناتكم رؤوف فلاحي. إذا كنت مهتم بعلم سيارات ملغي تابونا معا. كاين بزاف منا اللي يعرف لي مارك تاع السيارات بصح ما يعرفش لي سوسيتي اللي حكموا في هاد لي مارك، معناتها كاين بزاف الوطن بصح ما نعرفوش شهوما لي سوسيتي الكبار اللي حكموا هاد لي مارك الصغار تاع السيارات. صح، نشوفو اول سوسيتي، لا سوسيتي تاع بي ام دبليو. بي ام دبليو في هي سوسيتي كبيرة، فيها سيارات بي ام دبليو في، ميني، ولا رويس رويس. شركة دايملر هي شركة اللي تحكم مرسيدس. جنرال موتورز الأمريكية عندها سيارات شيفرولي، كاديلاك، جي ام سي، وهامر. شركة فياد كريزلر اللي هي شركة إيطالية عندها كريزلر، دوج، جيب، رام، فيات، ألفا روميو، مازيراتي، فيراري. شركة فورد الأمريكية عندها سيارات فورد ولينكون. شركة هوندا عندها سيارات هوندا وأكيرا. شركة هونداي عندها سيارات هونداي، سيارات كيا، سيارات جينيسيس. بيجو سيتروان، أوبل، تي اس، بيجو سيتروان. رونو عندها سيارات رونو وداسيا. شركة تاتا عندها سيارات تاتا، لاند روفر وجاكوار. وكم ملاحظة أن سيارة لاند روفر وجاكوار كانت تابعة لشركة فورد الأمريكية، ومن بعدها ولات تابعة لشركة تاتا الهندية. إذا حبيتوا فيديو مخصص نفهموا كيف سيارة لاند روفر وجاكوار ولا تابعة لشركة طاطا الهندية ما ولاش تابعة الفورد الأمريكية، ديروا عليها فيديو وخلونا في الكومنتير. نروحوا شركة تويوتا اليابانية عندها سيارة تويوتا، دايهاتسو وليكسكيز. شركة فولكسواجن الألمانية عندها سيارات فولكسواجن، أودي، بنتلي، بوغاتي، لامبورغيني، بورش، سيات، سكودا. إذن هنا مع ختام كل السيارات عرفنا سيارة وعرفنا شو هما الشركات اللي يتحكموا سيارات. إذا كنا نسينا أي سيارة ولا نسينا شركة عملاقة في عالم سيارات عليكم غير تخلوها لنا تحت في كومنتير، ما تنساوش تابونا معنا، لايك للفيديو إذا أعجبكم. سلام.